نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تيشيرت النادي الملكي اللي خلاص كلها يومين كده ونظبط الدنيا معاه من تاني ونبتدي بقى نتكلم عنه تاني ونرجع عليه تفاصيله. انتهى التجمع العربي الكروي بعد اسبوعين تقريبا كانوا كلهم اثاره ونديه من الجميع، اضافه كمان على كده الحضور الجماهيري الهائل في مباريات البطوله. الجزائر بطلت العرب زي ما كانت من سنتين بطلت افريقيا، مبروك الحقيقة، حقبة زمنية وذهبية كمان بتعيشها الكرة الجزائرية الحقيقة، سواء بقى على المستوى المحترفين أو المحليين. تونس الوصيفة، قطر صاحبة البرونزية، منتخب مصر رابع البطولة. عندنا كلام كتير قوي الحقيقة عن منتخبنا الوطني، مشاركته في البطولة بإيجابياتها والدروس المستفادة اللي خلاص يعني دي اللي لازم نتكلم عنها دلوقتي، خلاص اللي حصل حصل، هيكون ده محور كلامنا أنا وزميلتي إنجي يحيى اللي بقول لها نهارك أبيض يا إنجي. نهارك أبيض يا نيرفانا ونهاركم أبيض جميعا. زي ما أنت قلتي احنا محتاجين النهارده نيرفانا ان احنا نقفل الملف العربي يعني الخاص طبعا بمشاركه منتخبنا في البطوله العربيه، لاننا هنرجع خلاص بعد اقل من اسبوعين هنبدا بقى كده ندخل في معمعه كاس الامم الافريقيه. بس خلونا قبل ما نقفل الملف العربي محتاجين ان احنا يعني نتكلم بس عن شويه نقط كده، وكمان محتاجين ان احنا نعرف حجم الاستفاده من المشاركه في ماتشات البطوله. اكيد كلنا عارفين وكلنا متفقين اننا ما كناش المنتخب الافضل خلال البطولة، احنا كنا نستحق المركز اللي احنا وصلنا له، نستحق المركز الرابع او ربما نستحق المركز الثالث، لان احنا امبارح الحقيقة كنا افضل من قطر، يعني كنا افضل بكثير من قطر طول المباراة، ضيعنا فرص كتير جدا، ضيعنا فرص عجيبة، يعني كانت اي واحدة من الفرص اللي كانت موجودة امبارح كانت كفيلة ان هي تخلص الماتش لصالحنا. بس حلو نحاول ان احنا نتكلم عن الموضوع، يعني تعالوا ناخد الامور واحدة واحدة. اولا فكره عدم توفيق المنتخب في الحصول على ميداليه مش نهايه العالم، لان اصلا احنا قلنا من البدايه ان احنا ما كانش هو ده الهدف من البطوله، احنا متفقين ان هي بطوله اعداديه لكاس الامم والماتش طبعا الفاصل في كاس العالم، فدي كانت زي بروفا كنا بنجرب، فهي دي ما كانتش الهدف منها ان احنا نكون بطل الكاس العرب. تاني حاجه في تجارب فنيه كثير جدا من الجهاز الفني ومن مستر كارلوس كيراش، ربما يعني التجارب دي ما عجبتش البعض وخلينا معترفين بده، بس في حاجه بلاش ننسى يا جماعه انه لو احنا مش هنجرب دلوقتي، لو مستر كارلوس كيراش مش هيجرب دلوقتي هو هيجرب امتى؟ فاهمين قصدي ايه؟ فاهمه يعني انا بتكلم في ايه؟ بصي انا ده كان وقت تجربه. انا فاهمه انجي، يمكن انا مش متفقه معاكي 100% وجهات نظر، بس خلينا نقول برضو زي ما بنتكلم في الاول ان هي خلاص اللي حصل حصل، احنا دلوقتي رابع البطوله، وصلنا لده سواء بقى ايجابيات وسلبيات والدروس المستفاده والحاجات الحلوه الكتير اللي طلعنا نتكلم عنها الفتره اللي فاتت، خلاص هنقفلها يا جماعه، خلاص يعني البطوله خلصت. بس خليني ازود كمان على اللي انت قلتيه حاجه يا انجي، ثالثا بقى وانا بقول لك اهو من دلوقتي انه استعدوا يا جماعه للكواليس والحصريات والانفرادات عن ازمات ومشاكل اللعيبه في البطوله، هتلاقي بقى كميه اجتهادات فظيعه، لا وشائعات بقى غير طبيعيه، مش عارفه مين يتخانق مع مين ومين عمل ايه ومين كان عنده مشكله مع مين، يعني خلاص الفتره اللي جايه دي احنا حفظنا، خلاص الفتره اللي جايه دي بتاعه الحاجات دي، بتاعه بقى الترويج وبتاعه الاشاعات وبتاعه الحاجات اللي بنقعد نسمعها ملهاش اي علاقه بالصحه الحقيقه. فيعني دي حقيقه هنسمع حاجات، يعني هنسمع حاجات بالظبط، احنا بصي هنقعد نسمع للصبح حاجات، وللاسف اي حاجه بتتقال يعني نيرفانا على السوشيال ميديا بقت محل مصداقيه، يعني مش قادره افهم ليه الناس مش قادره لغايه دلوقتي تفهم انه في اخبار بتطلع بروباجندا، في اخبار بتطلع هي مش خبر هو شائعه، ما ناخدش الاخبار غير من المصدر الموثوق منه، فالناس محتاجه ان هي توصل لها حاجه زي كده وما تعملش شيء لحاجه هي مش متاكده منها. رابع حاجه بقى حابه اتكلم فيها بالاضافه اللي احنا النقط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، احنا محتاجين يعني كلامنا مع الجهاز الفني او رسائلنا للجهاز الفني محتاجين ان احنا نتكلم فيها بشكل بناء، ما يبقاش مجرد هجوم لتصفيه حسابات وخلاص، وخصوصا ان الوقت ده وقت مهم جدا، احنا من مصلحتنا ان احنا ما نهدمش الجهاز الفني وما نوقعش الجهاز الفني وما نوقعش المنتخب. كيراش على فكره قال امبارح قال ان هو بيرحب بالنقد البناء وبيحب اللي بينتقده لان هو عايز اكيد يكون افضل. فيا جماعه النقد الموضوعي حاجه مهمه جدا، لكن فكره بقى الهجوم لمجرد الهجوم والكلام بالطريقه السلبيه اللي توقع، احنا عندنا سلاح صعب جدا، عندنا سلاح اسمه الوقت، الوقت خلاص فاضل 3 اسابيع على كاس الامم الافريقيه، وبالتالي اي هجوم هيحصل في التوقيت ده، اي نقد بشكل يعني بشكل سلبي
على المنتخب وعلى مستر كارلوس كيراش هيكون اثره سلبي الحقيقه على الكل، على كل يعني على كل المصريين، على منتخب مصر. افتكر ان احنا دايما هنا يعني جزء بسيط دايما من كلام الشارع المصري، يعني احنا بنحاول ان احنا نعكس وجهات الشارع المصري، بس احنا بنتكلم في انه مفيش مشكله في النقد، اكيد كلنا بنتكلم من حرصنا على منتخبنا ومن حبنا لمنتخبنا، اكيد كله يعني كل فرد من كل واحد مصري من حقه ان هو يقول رايه، بس بطريقه بناءه. بالظبط زي ما انت قلتي كمان احنا بنعكس لسان الشعب المصري، دي حقيقه. بس انا بس عايزه اروح لحاجه تانية وهرجع تاني لموضوع الايجابيات والسلبيات. طيب انا بس عايزه لو سمحتوا كده نداء للبعض وليس للكل، ها للبعض. ممكن بس يا جماعه ننسى شويه موضوع الالوان، يعني انا لا ايوه احنا بنتكلم عن منتخب مصر حتى في الوان. امبارح منتخب الجزائر وتونس بعد الماتش تابعت كده شويه ردود افعال الصحف التونسيه والجزائريه في السوشيال ميديا كمان، محدش يا جماعه بيتكلم بصيغه الالوان، يعني انا ليه تبقى بلدي اللي انا بطلع اقول ان هي احسن من الكل يبقى ردود افعالها كده بعد الماتشات؟ محدش بيقول هناك بقى فلان من الترجي وفلان من النجم الساحلي وفلان من شبيبه القبائل، او يعني محدش يا جماعه بيعمل ده. ده على اعتبار بقى كمان ان هم كانوا موجودين معظمهم من المحليين، لسه كمان المحترفين ما جوش على فكره، دي قصه ثانيه خالص، دي بقى محتاجه كلام لوحده. عشان كده يا جماعه من فضلكم من فضلكم اقفلوا او امنعوا تماما نغمه الالوان والانديه في المنتخب. زيزو يا جماعه زي قفشه زي مصطفى فتحي زي محمد شريف في المنتخب، كلهم بيمثلوا منتخب بلدك، فعايز تقيم حد فيهم قيمه بدون ما يكون في تجريح لانتمائه او لاي نادي. كمان يا جماعه انا باخد بالي، معلش بس في حاجه باخد بالي منها، ان مثلا الصحيفه الفلانيه عندنا او ايا كان جهه اعلاميه فلانيه تروح منزله مثلا ايه قيم فلان وفلان وفلان وكلهم من نادي واحد، طب حضرتك بتعمل ايه؟ يعني احنا المفروض دورنا كاعلام نكون بنعمل حاجه غير كده خالص خالص، بنشجع الناس ان يا جماعه احنا مش عايزين الوان، فحضرتك بتعمل ايه؟ عشان كده قلت انا كلامي للبعض ومش للكل. بمناسبه بقى العلاقه والشائعات والحاجات اللي انا اتكلمت عليها هتطلع الفتره اللي جايه، علاقه اللعيبه يا جماعه مع بعض ممتازه جدا، احنا ما سمعناش حتى واحده يعني اشاعه واحده عن خلاف ما بين لاعب والتاني بسبب اهلي او زمالك. الكلام ده موجود على السوشيال ميديا وبس، انا ما شفتهوش في حته تانية، ما شفتهوش بقى لا في قناه رسميه ولا في اي حاجه يعني بتوجه الناس بطريقه صح. طيب فتحسوا كده ان كل واحد مستني يشوف يعني هيطلع مين غلطان بعد كل ماتش، دي حاجه بالنسبه لي مش حلوه خالص، وده بتكلم فيه بالذات يا جماعه ان احنا بنتكلم دلوقتي على منتخب مصر. نيجي يا جماعه للزمالك نعمل اللي احنا عايزينه، احنا اصلا بنعمل اللي احنا عايزينه في الاهلي والزمالك، خلينا متفقين على ده، بس ده منتخب مصر يا جماعه. فانا مش شايفه اي منطق ان انا دلوقتي اروح فاصله منتخب مصر فيه شويه اهلاويه وشويه زملكاويه، لا انا مش مع ده خالص طول ما احنا بنلعب باسم تيشرت مصر. نرجع بقى للدوري، نعمل اللي احنا عايزينه، نتكلم في اللي احنا عايزينه براحتنا. صح متفقه معاكي جدا في كل اللي انت بتقوليه، ده اللي كنا بنقوله طول الحلقات اللي فاتت دي، انه احنا في الاخر احنا كلنا هدفنا مصلحه منتخب مصر وبس. كلنا دايما بنتكلم ان احنا المفروض ننسى اي حاجه تانية، ننسى الوان التيشيرتات زي ما انت قلتي، خصوصا كمان احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، كاس الامم الافريقيه، كمان داخلين على مرحله تصفيات كاس العالم، ننسى يا جماعه، ننسى الالوان، ننسى الوان التيشيرتات وننسى الانديه، وكل واحد ما يفكرش غير في بلده وبس. في حاجه تانية حابه اتكلم فيها، احنا الفترة اللي فاتت دي احنا في الماتش الاخير بتاع تونس احنا نسينا تماما الاخطاء، يعني عارفة عملنا ستريس على اخطاء اللعيبة ونسينا ان احنا خسرنا الماتش، نسينا ان احنا كان في حاجة كبيرة يا جماعة، الناس كانت سايبة خسارة الماتش وخسارة لقب البطولة وقاعدين بيتكلموا في مين غلطان ومين عمل ايه وبيتكلموا في اخطاء فردية وبيجلدوا اللعيبة يعني كأن هما مش بشر وكأن الاخطاء مش واردة في كرة القدم. عشان كده يا جماعه احنا بنقول نمنع الكلام، نمنع الكلام عن السلبيات، يعني احنا مش بنتكلم في ان احنا انت ما تقولش رايك، امنع كلام عن سلبيات المنتخب، او لو هتنقد انقد بطريقه بناءه مش بطريقه هدامه. حتى هنا احنا في نهارك ابيض احنا دايما بنتكلم يعني على طول بنتكلم عن الايجابيات والسلبيات، يعني احنا على طول كنا الفتره اللي فاتت دي لما بيبقى في حاجه سلبيه كنا بنطلع ونتكلم عنها وبنناقشها هنا في الحلقه، لان احنا يهمنا المنتخب، يهمنا منتخب بلدنا ان احنا نشوفه بافضل شكل. خلينا متفقين ان المنتخب هو الوجهه الاولى والاخيره للكره المصريه، اكيد اكيد كل جماهير الزمالك والاهلي والمصري وبيراميدز اي فريق تاني بيمثل مصر اكيد يعني طبعا ليهم كل الدعم مننا، لكن منتخب البلد حاجه تانيه خالص بيفرق عن كل ده، اكيد منتخب بلدنا دعمه ووقوفنا جنبه
دي حاجة وطنية. وبما اننا هنا نيرفانا بقى في جلسة مصارحة مع اللاعبين ومع الجهاز الفني، فاحنا محتاجين نقول ان المنتخب يا جماعة عنده يعني عندنا فقر هجومي شوية، وطبعا ده اكيد يعني ان شاء الله هيتعدل الفترة اللي جاية بوجود محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، اتمنى كمان رمضان صبحي. قولي لي انت يعني نيرفانا شايفة الوضع ايه؟ بص هقول لك على حاجه انجي، انا شايفه يعني بالرغم ان احنا قلنا برده مش هندخل تفاصيل قوي، فاحنا برده مش هندخل في تفاصيل زي ما انت قلتي وزي ما انا قلت في الاول، انا شايفه بس ان لو كان التشكيل اتصنف بطريقه يعني اتشكل بطريقه صح، اعتقد ما كناش هنبقى بنواجه يعني كميه الفقر الهجومي اللي انجي قالتها، يعني دي ما كانتش هتبقى موجوده بالشكل الصريح ده. في بعض اللعيبه امبارح ما كانتش بمستواهم اللي احنا متعودين عليه، بس برده انا مش هطلع اقول يا جماعه انتوا لا خلاص، انتوا منتخب مصر قد اللي انتوا دخلتوه، قد البطوله، يمكن كان في شويه حاجات من الجهاز الفني، شويه حاجات كمان من اللعيبه، بس يعني ده اكيد اكيد هيتعدل برده زي ما بنقول بالمحترفين محمد النني، واتمنى طبعا عوده طارق حامد يا جماعه ده لازم يكون موجود الفتره اللي جايه، ما فيهاش كلام، لان كمان انا سمعت ان هو مش مرشح، ان هو او غالبا مش هيكون موجود معانا الفتره دي، فاعتقد انا محتاجه بس دي اكتر حاجه محتاجه اجابتها على السؤال ده، طارق حامد فين؟ فافتكر عموما كمان ان احنا لو بصينا بقى على نص الكوبايه المليان، احنا كسبنا كام لاعب مهم زي احمد رفعت اللي دايما بنتكلم عنه الفتره اللي فاتت، لسه عنده كتير جدا جدا يقدر يقدمه، كمان احمد ياسين، وافتكر برده عمر كمال عبد الواحد ادى بشكل رائع في المنتخب. يا جماعه حد تاني برده ما ينفعش ننساه، فتوح يا جماعه اداؤه عظيم عظيم البطوله دي، لازم احييه. فخلينا نقول ان التجربه خلصت، حصل اخطاء من ايا كان بقى الخطا من انهي ناحيه، بس خلاص، لانه بقى بعد كده الخطا مش هيكون مقبول باي شكل من الاشكال. لازم نعرف ان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه عشان المنافسه على البطوله. يعني ايه يا جماعه كلمه منافسه بالنسبه لاسم مصر الكبير؟ يعني على الاقل نكون متواجدين في المربع الذهبي، ده غير كمان ان احنا عندنا تحدي تاني قوي جدا وهو الدور الفاصل في تصفيات المونديال اللي هنقابلهم في تصفيات المونديال. يا جماعه الناس تانيه خالص بقى خالص جايه من اوروبا، فاحنا عندنا لسه كام لاعب محترف، لكن الثلاثي المغرب والسنغال والجزائر بالتحديد عندهم بدل المحترف 10، فاحنا تقريبا كده ظروفنا نفس ظروف تونس، هم اعتمادهم بشكل كبير جدا على الفريق الحالي، ممكن ينضم ليهم مثلا وهبي الخزري لاعب سانت اتيان الفرنسي ومعاه كمان كام لاعب، لكن الامر مختلف خالص في الجزائر والمغرب والسنغال. فاتمنى ان احنا نكون مركزين يا جماعه، الحاجات اللي انا بقولها دي الفتره اللي جايه مش مركزين خالص ان احنا نقول في مشاكل ما بين اللعيبه. وبالمناسبه يعني مثال برضو ممكن احتدي بيه في كلامي عن العلاقات الكويسه ما بين اللعيبه هي صوره زيزو وعمرو السوليه. زيزو كان اول شخص بيدعم عمرو السوليه بعد الموقف اللي حصل وبعد القصه اللي حصلت، فكلنا طبعا شفنا الصور دي، كلنا شفنا قد ايه ما حدش كان بيفكر، يعني اللعيبه نفسهم اللي هم بيلعبوا مش بيفكروا بالالوان، فاحنا بقى نلاقيهم مش بيفكروا بالالوان نروح مفكرين احنا. فاتمنى يا جماعه ده يكون محور تركيزنا الفتره اللي جايه، داخلين على معمعه عظيمه محتاجين كل تركيز لعبتنا، محتاجين كل التركيز الجهاز الفني فيها، مش محتاجين نحل حاجه خلاص، يعني اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. يعني خلينا كمان قبل ما نتكلم عن الفتره اللي جايه، دلوقتي معانا مداخله مهمه من كابتن يوسف حمدي نجم نادي الزمالك السابق، برحب بحضرتك، وعايزين نتكلم بقى عن مباراه مصر ومنتخب قطر امبارح يا كابتن. صباح الخير انجي، صباح الخير. نهارك ابيض يا كابتن. نهارك ابيض. انتوا عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، اهلا بحضرتك يا كابتن. طبعا يمكن انا قبل ما اتكلم عن مباراه امس، خلينا نتكلم شويه عن الفتره اللي فاتت كلها باختصار كده. يمكن احنا قلنا مستر كروش لما راح البطوله كان رايح ليه هدف ان هو يظهر بشكل كويس ويتعرف على مجموعه لعيبه كويسه، فخلينا ناخد الايجابيات الاول. يمكن احنا قلنا ان المنتخب ظهر بشكل كويس، في شخصيه، في روح، لكن في حاجات كتيره بعد كده هيبدا يعالجها، لكن اهم المكاسب زي ما احنا قلنا في دلوقتي في مجموعه لعيبه زي حكيم فيصل واسامه فيصل ومروان حامد، واللي انا متاكد منهم بنسبه كبيره ان ممكن ما يكونش اغلبيتهم موجود في بطوله كاس افريقيا. يمكن احمد رفعت ظهر بشكل كويس، عمر كمال كمان ظهر بشكل كويس قوي في مركز جديد، اتمنى ان شاء الله لما يرجع نادي الزمالك مثلا يتم ان احنا نشوفه في المكان ده، لان ده في مشكله برده في نادي الزمالك. الفكره برده ان احنا لما خسرنا من تونس وخسرنا من الجزائر، ولو افترضنا ان هم تصنيف اول او تعادلنا مع الجزائر ده شيء كويس مش شيء وحش،
مجموع الاهداف اللي دخلت فينا او ظهور الشناوي في معظم مباريات البطوله ما ظهرش بشكل كبير قوي، فمعنى ذلك ان انت عندك تنظيم في الخط الدفاعي على الاقل، والاثنين اللي قدام منه اللي هو ديفندر. احنا مشكلتنا زي ما انت قلت يا انجي ونبانا ان نعتبرها في الفتره اللي جايه هي حته الاهداف، حته التهديف، وده احنا كلنا مقتنعين تماما ان الفتره اللي جايه النقص الكامل في المنتخب هو في الجزء الامامي. فعوده مصطفى محمد بقى ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش، وازاي هو يستفاد من عمر مرموش وتريزيجيه ما يكونش الاثنين ناحيه الشمال. اعتقد ان ممكن المنتخب يبقى ليه شكل ومنظر في الناحيه الهجوميه، يكون في غزاره تهديفيه على عكس البطوله. المهم والاهم كمان ان لازم كروش لما يرجع يفهم ويعي تماما ان منتخب مصر داخل كاس امم افريقيا، زي ما انت قلتوا احنا منتخب كبير واسم كبير، ودايما جميع الفرق بتعمل لنا حساب، ودايما من الفرق المرشحه للبطوله. فلما يجي يبدا هو يتعامل مع الاعلام ويتعامل مع اللعيبه ويتعامل مع جهازه الفني ان هو مش رايح بالشرف، هو رايح ينافس على البطوله. ده الطبيعي، احنا مش عايزين كلام بقى يرجع يقول احنا بنجهز نفسنا لكاس امم، انا بعمل منتخب جديد. في نفس الوقت اللي انت بتعمل فيه منتخب جديد، اذا كنت انت بتقول كده او كل تفكيرك تصفيات كاس العالم او المباراتين المؤهلين لكاس العالم، لا احنا يهمنا كمان كمصريين او كمنتخب كبير واسم كبير انك تنافس على البطوله وتظهر بشكل يليق باسم منتخب مصر. صحيح. طيب كابتن يوسف، خليني اسالك عن شايف الفتره اللي جايه بقى مع عوده المحترفين، شايف كارلوس كيروش هيعتمد على مين فيهم وهيخليه يتخلى عن بعض العناصر الاساسيه اللي شاركت في بطولة كاس العرب؟ يعني شايف التشكيلة هتعتمد اكتر على مين مع وجود المحترفين؟ يعني بصي انا خليني اقول لك، احنا دلوقتي القائمة 23 لاعب وفي خمسة طبعا على حسب الاحتياجات. احنا لو بصينا دلوقتي على الجزء الامامي، لو افترضنا ان هو بياخد في كل مكان اثنين، فاحنا محتاجين على الاقل في الجزء الامامي 8 او 9 لاعبين بالكثير قوي. التسع لاعبين في اماكن تتفقوا معايا ان هم حاجزين اماكنهم خلاص. محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، عمر مرموش، احمد ياسر ريان، ادي خمسه، ممكن يكون عبد الله السعيد، ادي سته، زيزو انا وجهه نظري لازم هيكون موجود لان زيزو في البطوله دي كمان اظهر لنا امكانيات ان هو بيقدر يجيد في كذا مركز، فلما يكون عدد القائمه قليل انت بتحتاج اللعيب اللي بيجيد في كذا مكان. يبقى انت كده في النواحي الهجوميه انت عندك سبع لعيبه دلوقتي موجودين. اختيارات بقى ما بين عبد الله السعيد مع مصطفى فتحي مع احمد رفعت اللي ظهر بشكل كويس الفتره الاخيره. هيبقى في اثنين عنصرين او ثلاثه مع قفشه، في وجود الناس دي هيبقى في عنصرين او ثلاثه بس، لان هو العدد هيبقى كتير قوي بعد ما اخذ مجموعه جربها مع المجموعه اللي جايه في الجزء الامامي. يمكن الجزء الخلفي انا اعتقد ان الامور وضحت خالص بالنسبه لمستر كروس وبالنسبه لينا احنا كمان. صحيح. نص الملعب انا اعتقد ان يمكن الاربعه اللي ورا خط الظهر هيبقوا ثابتين، هيدور على ايمن اشرف، هيدور طبعا عواد هيبقى موجود اكيد او ابو جبل، ده لا غنى عنه. احتمال وجود محمد صبحي كثالث معاهم مع حد من الاثنين، او احتمال يكون الاثنين موجودين على حسب مشاركتهم الفتره اللي جايه في الدوري، لان هو مقيد ست حراس مرمى في افريقيا. فيهم اثنين من الزمالك طبعا، ومعاهم محمد صبحي ومعاهم هاني سليمان ومعاهم جاد والشناوي، فالسته هيختار منهم ثلاثه. خط الظهر اعتقد ان هو خلاص، لو جينا نص ملعب المدافع بقى هي علامات استفهام حوالين طارق حامد، لكن اعتقد صحيح. اصلا هي وضوح الشمس يعني. ايه الفكره؟ انت دلوقتي عندك اربع عناصر، إذا كنت أنت مقتنع بعمرو السولية والنني وحمدي فتحي فأكيد طارق حامد هو الرابع بتاعهم، ده لا يقلل تماما من مهند ياسين ولا من إمام عاشور، هي ظروف واحتياجات مجموعة لعيبة إن أنت بتختار في المركز ده أربعة، فهم أقوى أربعة حاليا، أنت كمان رايح تلاعب فرق أفريقية هتهاجمك كتير، تضم لعيبة محترفين، فدايما أنت هتعوز اللاعب اللي هو دايما بيعرف يستخلص الكورة. صحيح. وما زال طارق حامد هو أنا شايف وجهة نظري إن هو أكثر اللاعبين في مصر استخلاصا للكورة، وده احنا عانينا فيه في المباريات على فكره، سواء الرسميه او في مباراه كاس العرب يعني. طيب كابتن، عايز اسالك، شايف يعني خلاص فاضل على كاس الامم الافريقيه حوالي 3 اسابيع، قول لي ايه الدروس اللي احنا اتعلمناها من بطوله كاس العرب واللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها كاس الامم الافريقيه، الغلطات اللي ممكن محتاجين ان احنا ما نكررهاش تاني، وايه اللي نعمله استعدادا للفتره الجايه؟ يعني انا شايف ان الفتره اللي جايه دي اهم حاجه ان احنا مستر كروش اذا كان جرب الفتره اللي فاتت كان لازم يعتمد الفتره اللي جايه على كل لعيب في مركزه. خلاص بقى موضوع ان محمد مش عارفين، يعني احنا لازم كمان لما يجي اذا كان في لقاء اعلامي او مداخلات او اي حاجه لازم الناس تقول له الصوره بصراحه. السؤال المهم، انت ليه اصرارك على شريف ان هو يلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، ما بيلعبش ليه راس حربه؟
ليه احمد رفعت في عز تالقه. هو محمد شريف لعب بيه افتكر في الماتش الاخير، لعب بيه كراس حربه كمهاجم بعد خمس مباريات. ايوه بعد خمس مباريات يعني صحيح. حتى كمان المكان ده والبوزيشن ده انت حضرتك فاهمين ان المكان ده انت محتاج دايما اللعيب يلعب، لان لازم يكون حافظه ويقدر يلعب دايما على المرمى ويكون قريب دايما من التهديف. انت لما شاركته حتى في المباراه الاخيره، فانت بعد خمس مباريات فانت برضو ايه المشكله؟ انت مروان حمدي ايه صالك عليه وبعد كده تيجي تفاجئ نازلين الماتش اللي فات تنزله اوف رايت؟ صحيح. طب انت بقالك طول المباريات كلها بتلعب، حتى محمد شريف لما شارك امبارح في مكانه برضو في حاجه، لان هو بقاله كتير قوي ما بيلعبش فيه، يعني تحس برضو ان في خلل برضو. ايوه انجي، بصي يا انجي، انت من البناء استحاله محمد شريف يضيع فرصه زي اللي ضاعت. صحيح مظبوط، لو كان هو بيلعب المباريات اللي فاتت كلها. فهو ده المشكله. احمد رفعت انت ايه مشكلتك ان انت معاد الراجل احتياطي وفي ماتش الاردن؟ مع احترامي ليك نفسيا ومعنويا، هو كان افضل لاعب معنويا ونفسيا بعد مباراه الاردن ان هو يكون ليه دور في مباراه تونس، انت ما شاركتوش خالص. في الوقت اللي هو اللي كسبنا. لكن خليني اقول لك انا زي ما بقول لك كده، ان في ايجابيات، ان انت لما خسرت من تونس خسرت في المباراه في اخر دقيقه وخطا منك انت، مباراه الجزائر كنت ندي ليها، لكن المشكله الاكبر قبل ما انسى كمان هي دخول منتخب مصر معظم الاوقات او معظم المباريات متاخر. ودي مشكله طبعا، ما ينفعش يكون منتخب بحجم مصر تدخل من بدايه الدقيقه 30 او من بدايه الشوط الثاني، وده لاحظناه احنا في مباريات كثيره قوي وخاصه مع الفرق الكبيره. قطر امبارح، مع ان قطر مش هي في حالتها ومش هو المنتخب القوي اللي انت كان سهل جدا انك تكسبه مع صحيح، واحنا اصلا بالفعل كنا احسن منهم امبارح في الاداء وفي عموما الماتش، فعلا احنا كان في كفتنا اكتر، بس خلينا نقول ان احنا خلاص قفلنا صفحه منتخب مصر او صفحه بطوله كاس العرب بالاخص. بس خليني بقى اسالك عن الزمالك. احنا دلوقتي عندنا مباراه مع المقاولين يوم الثلاثاء اللي جاي، بعديها مع المحله، شايف بقى العوده دي ازاي بالذات ان احنا لسه عندنا توقف دولي جاي؟ يعني هو يمكن انا شايف الفتره الاخيره دي حته الاستقرار الاداري وحته الاستقرار الفني. يمكن انا كنت قبل كده كان الراجل فتره طويله قوي مستر كارتيرون كان بيعتمد على نفسه شخصيا في كل حاجه، في النواحي الاداريه والنواحي الفنيه والمشاكل اللي بتقابله مع اللعيبه، ودايما بيعمل شغله، فكانت النتائج ايجابيه فما كانش حاسس بالمشاكل اللي حوالين منه. الاستقرار الاداري اما جه من مجلس الاداره طبعا المستشار مرتضى امير، انا شايف من السنه اللي فاتت او من السنه اللي قبلها كمان امير لما حط ايده في الفرقه شاطر قوي في الحته بتاعته. حته اضافه كمان الاثنين سواء امير عزم جاهد او مدحت عبد الهادي للجهاز الفني، كل دي نواحي ايجابيه حصلت في ال 20 يوم الاخاره دول. نتمنى بقى استثمارها، خاصه ان احنا عندنا مباراتين محتاج ان انت تاخدهم عشان تكسب 6 بونت، وبعد كده عندك فتره توقف كتيره هتساعدك في الفتره اللي جايه. انا شايف ان هي المشكله البسيطه اللي هي لازم يكون لها حل جذري وبسرعه، مش زي موضوع فرجاني ساسي، هو بن شرقي لازم يكون القرار فيه نهائي. ويمكن انا سمعت من خلالكم كمان او من خلال القناه ان امير مرتضى محضر البديل لبن شرقي. بن شرقي لو تواصل مع فرجاني ساسي هيلاقي نفسه ما شافش في فرق ما بين انك تستمتع بالكوره وتستمتع ماديا، يبقى الاثنين موجودين ودول كان بياخدهم في نادي الزمالك، وفي فرق انك تدور على النواحي الماديه بس هتبعد عن الحاجه اللي انت بتحبها. يعني ساسي من ساعه ما سافر قطر يمكن احنا ما سمعناش عنه حاجه ولا شفناه غير من خلال المنتخب. على عكس لما يكون، فلازم بن شرقي يفكر في نفس التفكير ده، انا ممكن اكثر جزء مادي لكن بكسب شعبيه وعامل اسم كبير في نادي كبير. صحيح. وعامل اسم كبير في مدينه كبيره. لا وخساره اصلا عموما جمهور زي جمهور الزمالك دي لوحدها. ما هو ده اللي انا بكلمك، اذا كان الفرق مادي تقدر تعوضه بالحب والجماهير الكبيره دي، اعتقد ان لازم يكون في تضحيه، خاصه ان الاثنين مش بعاد قوي، يعني الموضوع مش كبير قوي ان يخليك تخسر شعبيه زي شعبيه نادي الزمالك. يعني بنشكر حضرتك يا كابتن يوسف، ويعني نتمنى طبعا يعني كل التوفيق للزمالك في الفتره الجايه، كمان بنتمنى التوفيق لفريق الزمالك في الماتش امام المقاولين العرب. وخلونا بقى دلوقتي يا جماعه كده نرجع تاني بقى نقفل صفحة ملف منتخب مصر مؤقتا، نتكلم يعني خلينا نقول ان احنا جربنا واكيد احنا استفدنا، فمش عايزين ان احنا نهدم المعبد على الجميع زي ما اتكلمنا في الانترو. اكيد زعلانين من الخسارة واكيد زعلانين من فكرة عدم الفوز بالبطولة او حتى
الوصول للنهائي، لكن الانفعال الزياده مش هيكون ليه نتائج ايجابيه دلوقتي، بالعكس هيكون كل النتائج اللي هتيجي من وراها تكون سلبيه. بمناسبه كمان كلامنا عن المنتخب النهارده، فقره سهم وقوس، هنتكلم عن الموضوع بشكل مختلف شويه، هنتكلم عنه من جانب تاني خالص، هنتكلم عنه من جانب الطب النفسي الرياضي، فكره ازاي ان احنا نتعامل مع الموقف الحالي، سواء اللعيبه تتعامل معاه ازاي، الجهاز الفني، او حتى احنا كاعلاميين، او حتى انتوا كجماهير، ممكن ازاي الطب النفسي الرياضي يساعدنا في ان احنا نتخطى الموقف ده. عشان كده هيكون معانا النهارده دكتور وائل الرفاعي، استاذ الطب النفسي الرياضي، في فقره سهم وقوس. هنتكلم بقى بطريقه مختلفه. اعتقد انجي انه الموضوع في وقته جدا على فكره، يعني احنا اصلا اتكلمنا كذا مره هنا في نهارك ابيض عن اهميه وجود دافع نفسي في الفريق او في المنتخب او ايا كان، فاعتقد ان ده هيكون مهم جدا بالذات نسمعه الفتره اللي احنا فيها دي، وعلى فكره ده موجود في كل فرق اوروبا، فاعتقد انه حان بقى الوقت ان هو يكون موجود معانا احنا كمان. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الزملكاويه والرياضيه والعالميه وفقره اقرا الخبر. نبتدي فقرتنا اقرا الخبر مع الفرنسي، وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الانتظام في معسكر مغلق النهارده الحد استعدادا لمواجهه المقاولين العرب المقرر ليها يوم الثلاث في الجوله السابعه لمسابقه الدوري الممتاز. واخطر المدير الفني للفريق جهازه المعاون واللعيبه بالانتظام في معسكر مغلق النهارده عقب نهايه المران الجماعي واللي هيقام بملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي الساعه 3 العصر. أدى لاعبو الفريق امبارح يوم السبت فقرة تدريبية فنية خاصة خلال المران اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولين العرب. قسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللعيبة لمجموعتين، تولى كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على المجموعة الأولى، وتولى كابتن أمير عزم مجاهد المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية. كمان ركز الجهاز الفني خلال الفترة دي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والاختراقات إلى جانب التدريب على الكرات العرضية، وطبعا في وجود محمد أبو جبل ومحمد عواد حارسي المرمى. قام الجهاز الإداري للفريق بالتواصل مع اللعيبة الدوليين بفريقنا المتواجدين مع منتخبات مصر وتونس بكأس العرب واللي انتهت امبارح، وده للتأكيد على انتظامهم في التدريبات مباشرة فور العودة للقاهرة. كمان من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة النهاردة العصر قادمة من قطر، واللي بيتواجد فيها من الزمالك كل من محمود الونش ومصطفى فتحي وأحمد أبو الفتوح وأحمد سيد زيزو. كمان من المقرر أن يعود ثنائي الفريق التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للقاهرة خلال الساعات القليلة اللي جاية بعد مشاركتهم مع منتخب بلد. دي كانت أخبارنا عن الزمالك. دلوقتي بقى يلا بينا ندخل على جولتنا العالمية من إقرا الخبر. نبتدي جولتنا العالمية النهاردة، جولتنا العالمية فيها شوية مشاكل كده. أول مشكلة من عند باريس سان جيرمان، واللي عندهم النهاردة مباراة في الدور ال 16 من كأس فرنسا مع نادي فينيس، لكن مش هي دي بقى المشكلة. المشكلة في إن في تقارير نشرته صحف ووكالات أنباء فرنسية إن ورا الكواليس باريس سان جيرمان بيواجهوا مشكلة كبيرة جدا بسببها ممكن يمشوا 7 لعيبة في شهر يناير اللي جاي، وده بسبب طبعا حاجتهم لتظبيط الموازنة الخاصة بالنادي. طبعا باريس سان جيرمان عمل موسم انتقالات تاريخي الحقيقه الصيف اللي فات بعد ما تعاقد مع ميسي ورامس ودوناروما واشرف حكيمي وفيلاندوم. المشكله بقى الحاليه عند باريس بسبب عقد ميسي وراتبه طبعا المرتفع اللي بيوصل ل 41 مليون يورو كل سنه، كرقم قياسي اول مره النادي يدفعه لاي لاعب في الفريق. المشكله بقى زادت اكتر بعد ما تخطط ميزانية الرواتب في باريس سان جيرمان 300 مليون يورو سنويا، وده حقيقة رقم مهول جدا لميزانية النادي. المهم ان ميزانية باريس سان جيرمان كانت طبعا اهتمام وتساؤل في وسائل الاعلام المحلية، وان ازاي باريس سان جيرمان قادر ان هو يتحمل الكثير او الكثير من الصفقات والرواتب من غير ما يتخلى عن اي لعيبة او نجوم، او على الاقل يحصل على عوائد بتساوي اللي بيصرفه ده.
الحقيقه ان لسه ما حدش عارف مين اللعيبه اللي ممكن تمشي في فتره الانتقالات بتاعه يناير، وهل باريس هيتخلى فعلا عن نجوم من الفريق عشان خاطر يقدر يظبط ميزانيته ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. واضح كده كمان ان لعنه راتب ميسي العالي جدا جدا ابتدت تضرب باريس سان جيرمان، ويعني ادينا هنشوف. عامه خلينا كده نشوف الايام اللي جايه ايه ممكن يحصل، وبصراحه هو مفيش غير حل واحد للاسف، وان هو يبيعه مثلا امبابي للريال وتبقى اتحلت خالص. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل، بس هو فعلا ميسي غالبا بياخد تلت مرتبات الفريق كله، يعني هو لوحده بياخد التلت. فهنشوف ايه اللي هيحصل، هل باريس سان جيرمان هيقدر يكمل مع الحفاظ على نجومه اللي هو صعب جدا جدا باللي احنا بنتكلم فيه ده، ولا ايه الحلول اللي ممكن يلتج لها تاني؟ خلينا نروح بقى من المشكله اللي كانت في بي اس جي اللي انت اتكلمتي عنها، نروح بقى للقطه طريفه جدا من تمرين باريس سان جيرمان، وللمهاجمين فيه كانوا بيتمرنوا على الانفرادات، والمدافعين طبعا والحراس بيتمرنوا على ازاي ان هم يوقفوا الانفرادات دي. مهم بقى ان ايكاردي جه يعني عمل حركه كده جامده، وكان قصاده سيرجيو راموس. والحقيقه ان ايكاردي عمل الصح مع راموس، وداه مشوار صغير كده على اول الشارع، وهو سجل الحقيقه بمنتهى السهوله. خلينا نشوف الفيديو ده اللي عنوانه باي باي راموس. راح، شفتي راح ازاي؟ راح خالص، باي باي راموس فعلا. دلوقتي بقى نروح لمشكله في ريال مدريد، واللي عنده ورطه الحقيقه، ومشكله كبيره جدا بسبب تفشي فيروس كورونا وسط الفريق بعد اصابه 6 لعيبه بفيروس كورونا. الحقيقه انه على الرغم من كده ريال مدريد اتدرب امبارح عادي جدا، بس وسط قلق الحقيقه، وهي دي التمرينات اللي قدامكم على الشاشه استعدادا لمباراه قادش النهارده في الدوري الاسباني. اللعيبه المصابه في الريال بكورونا هم جاريث بيل وماركو اسانسيو ورودريجو والحارس الاحتياطي اندري لونين، اضافه كمان للاعب الوسط لوكا مودريتش ومارسيلو. انشيلوتي كان صرح في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ان المصابين بكورونا في حاله صحيه جيده وما عندهمش اي اعراض خطيره. المهم ان انشيلوتي قال كمان ان كره القدم والمجتمع عليه ان هو يتعايش مع فيروس كورونا كامر واقع. قال كمان انه هيدي فرصه في مباراه النهارده لادن هازارد ان هو يلعب ويشارك لعدد وافر من الدقائق، وده سبب ان هو كان بيتدرب كويس جدا وعنده دوافع كبيره يثبت لكل ان هو لاعب من درجه عاليه جدا جدا. وقال كمان هازارد ان هو هيلعب عشان خاطر ظهر بشكل كويس في التمرين، مش عشان ريال مدريد عنده اصابات كتير. الحقيقه ان ريال مدريد السنه دي ماشي بشكل اكتر ممتاز في الدوري الاسباني، ومتفوق على الكل الحقيقه، متربع على صداره الدوري ب 42 نقطه بفرق 7 نقاط عن اقرب منافسيه، غير ان هو كمان حقق الفوز على المنافسين التقليديين لبرشلونه واتلتيكو في الدوري. هنشوف بقى النهارده هل الريال هيتاثر بالغيابات دي، ولا كالعاده هيحقق فوز بسهوله جدا زي ما حصل مؤخرا في الدوري. ونشوف بقى هل هازارد هيمسك في الفرصه اللي خدها دلوقتي، سواء بقى هو هيلعب تاني عشان خاطر هو فعلا بيأدي بشكل كويس، ولا عشان خاطر كميه الاصابات اللي موجوده، بس ان شاء الله يمسك الفرصه ونشوف ان هو بيتالق باذن الله. تعالي نروح بقى دلوقتي لخبر بيخص نجمنا المصري مصطفى محمد والمحترف في صفوف جالاتا سراي التركي. امبارح كانت مباراه فريقه مع اسطنبول باشاك شهير في الجوله ال 17 من مباريات الدوري التركي، وسجل الاناكوندا هدف التعادل في الدقيقه 88 طبعا بعد ما كان متاخر بهدف، وده بعد نزوله في الدقيقه 65 بديل النجم السنغالي مبي ديالي. هدف مصطفى محمد هو الهدف الخامس ليه الموسم ده مع الفريق التركي، كمان طبعا بعد صيام عن التهديف استمر لخمس مباريات متتاليه، وكمان برغم تراجع ترتيب جالاتا سراي للمركز العاشر برصيد 24 نقطه لكنه بيفصله عن المربع الذهبي 5 نقط بس. كمان التعادل انقذ المدرب المخضرم فاتح ترام طبعا من هجوم جماهيري كبير ومن هجوم اعلامي كان متوقع عليه بعد ابتعاد الفريق عن المنافسه طبعا على لقب الدوري من بدايه الموسم. افتكر ان مصطفى محمد هيكون هو الحل الاستراتيجي المناسب للمدرب كارلوس كيراش طبعا مع منتخب مصر في الماتشات اللي كان بعد ما منح طبعا كل الفرص للثنائي مروان حمدي ومحمد شريف. افتكر كمان ان يعني مصطفى محمد
لو اداله فرصه هيكون يعني او شفتي كمان الصوره اخر صوره اتعرضت وانت بتقري الخبر يعني قد ايه الجماهير فرحانه جدا بمصطفى محمد قد ايه هو معانا تاني الصوره قد ايه يعني بصي الجماهير ماسكه فيه مبسوطه جدا اكيد وهو فعلا احتفل احتفال هستيري معاه فطبعا بنتمنى لنجمنا مصطفى محمد كل التوفيق. دلوقتي تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على مواعيد ابرز ماتشات النهارده قبل ما نروح فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. جديد وفقرة نبض 100 عقبة واللي هنبدأها من عند الروسي ميخائيل نيكال لاعب الفريق الأول الكرة الطايرة بنادي الزمالك اللي خاض تدريبات بدنية امبارح يوم السبت في صالة الجيم بمقر النادي استعدادا للمشاركة مع الفريق في الدوري العام ولم يشارك اللاعب حتى الآن في أي مباراة مع الفريق طبعا بيستعد كمان طايرة الزمالك لمواجهة الطيران بكرة يوم الاثنين في الجولة الخامسة من الدور التمهيدي للدوري. فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 بقيادة مديره الفني إيهاب رفاعي على الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري منطقة الجيزة. أحرز هدفي الزمالك كل من أحمد إبراهيم وزياد الديمو. في نفس البطولة فاز فريق 2013 بقيادة مديره الفني محمود ياسين على القناطر ب10 أهداف دون رد وده في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة للمسابقة. أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من ممدوح محمد ومالك محمد بواقع 3 أهداف لكل منهم هاتريك أحمد هدفين ويوسف مصطفى ومحمود رضا. توج كريم ماجد عبد الكريم لاعب نادي الزمالك للسباحة مواليد 2007 بالميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة والابتقام في مدينة شرم الشيخ حصد النادي كاس البطولة لمواليد 2007 كمان شارك الزمالك بقائمة تضم كل من كريم ماجد محمد عبد الشافي علي الدين أحمد وبتضم بطولة الجمهورية فرق الأهلي والصيد وهليوبلس وأكتوبر والشمس. دلوقتي بقى يلا بينا نروح على مدارككم الافتراضي الشارع الابيض. ماتشات ومواجهات متفاوتة المستوى خاضها منتخب مصر خلال مشواره ببطولة كاس العرب واللي انتهى باحتلاله للمركز الرابع والأهم خروجه بدروس مستفادة كتير جدا سواء للعيبة أو للجهاز الفني أو حتى للجمهور. بالتأكيد يعني فعلا الدروس دي جت في توقيت مهم جدا توقيت مثالي قبل مرحلة مهمة مرحلة حاسمة كمان مرحلة حساسة طبعا مطلع العام الجديد طبعا في ظل ذهابنا للكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير وشهر كمان فبراير بعد كده هيبقى عندنا مواجهتي الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس. تعالوا نروح نشوف تفاصيل أكتر في التقرير ده ونرجع مرة تانية. نحن نفوز أو نتعلم. أيها الشباب، أنتم تستحقون الأفضل. سننمو أقوى وأفضل. أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل. شكراً لكم. كانت دي كلمات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعد خسارة الفراعنة القاسية في الثواني الأخيرة أمام تونس في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب. البطولة اللي رغم عدم تتويجنا بيها إلا أننا خرجنا منها بعشرات الدروس المستفادة للمنتخب والعناصر والكارلوس كيروش نفسه اللي مثلت البطولة دي هدية كبيرة جات في توقيت مثالي للمدرب البرتغالي المخضرم. أول الدروس دي كان الاستقرار على رباعي الخط الخلفي اللي خاض به المنتخب الوطني معظم تحدياته خلال الفترة الأخيرة
الرباعي المتميز والمتألق الونش وحجازي وأكرم توفيق وأحمد فتوح. فتوح تحديداً قدم بطولة ولا أروع يستحق عليها التحية على تطور مستواه بشكل مذهل وثبات أداؤه بصورة خلت كتير يعتبروه الأفضل في صفوف منتخب مصر خلال كأس العرب، منح الفرصة لوجوه جديدة قد تفيد المنتخب في مراحل جاية على المدى البعيد. كانت تاني الدروس المستفادة من مشاركة الفراعنة في كأس العرب. مفيش شك إن عناصر زي حسين فيصل وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ضخت دماء جديدة في صفوف المنتخب ومنحت الفرصة لتوسيع قاعدة الانضمام ليه، ده بخلاف عناصر خدت ثقة كيروش واكتسبت الصفة والخبرة الدولية زي مهند لاشين ومروان حمدي وعمر كمال عبد الواحد، واللي أعاد اكتشاف نفسه في البطولة جناح الزمالك السابق أحمد رفعت. ما كانش ممكن تنتهي كأس العرب من غير ما يستقر كيروش على تثبيت بعض القناعات اللي كانت عنده على قوام المنتخب وتغيير بعضها الآخر اللي ربما أثبتت له المشاركة في البطولة دي عن إن بعض الاختيارات قد تكون غير مجدية في مراحل أصعب وأكثر حماس وأمام منتخبات مصنفة أكتر، وإن بعض الغيابات لا يعوضها حضور غيرها مهما كان. إجمالاً البطولة فيها فوائد كتيرة وكبيرة، أهم حتى من خسارة عدم تتويجنا بميدالية في مسابقة ودية اكتسبت الطابع الرسمي من الاهتمام الإعلامي والجماهيري بيها. لكن يبقى الأهم حالياً وإحنا على بعد 3 أسابيع فقط من كأس الأمم الإفريقية هو التركيز على قائمة الفراعنة للبطولة والوقوف على العناصر المحلية المفيدة خلال المرحلة دي، وهي العناصر اللي هيضيف لها انضمام المحترفين وعلى رأسهم الأسطورة الحية محمد صلاح بجانب متوسط ميدان أرسنال محمد النني، رأس الحربة الأساسي للمنتخب مصطفى محمد، مهاجم شتوتغارت عمر مرموش، والعائد محمود حسن تريزيجيه. دلوقتي بقى ميعاد موضوعنا النهارده في حلقتنا واللي كان بيتكلم عن مدى استفاده الزمالك من فتره توقف الدوري. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبتدي بمين يا انجي. البدايه من عند محمود ناصر بيقول صباح الجمال يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، نهاركم ابيض زملكاوي بخطين حمر. طبعا استفاده الزمالك من فتره توقف الدوري بتجهيز اللعيبه فنيا وبدنيا وعلاج الاخطاء الدفاعيه، وبالتوفيق ان شاء الله للزمالك فيما هو قادم وان شاء الله القادم افضل، وتحياتي لاجمل اعلاميين في مصر انجي ونيرفانا، بحبكم قوي. شكرا يا محمود. كرم صباح الرضا والسعادة عليك يا نيرفانا، صباح الهنا والسرور عليك يا انجي. طبعا الزمالك استفاد من توقف الدوري خصوصا اللعيبة اللي كان عندها اجهاد وتجهيز المصابين زي سيسي واللعيبة تجهز بدنيا ونفسيا وكشف الاخطاء وعمل رؤية لاستئناف مباريات الدوري، وان شاء الله الدوري زملكاوي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مرور عام على احلى برنامج واحلى طاقم عمل. شكرا يا كرم. شكرك يا كرم. احمد المغاوري بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، نهاركم ابيض بخطين حمر، دايما متالقين على قناه الزمالك. الاستفاده من فتره توقف الدوري هي بالتاكيد مهمه لتجهيز اللعيبه بدنيا وتجهيز المصابين والاستقرار على التشكيل المناسب، وبالتوفيق لفريقنا الملكي الزمالك. سالم صباح الفل عليك يا انجي، صباح الفل عليك يا نيرفانا، مفيده طبعا في تصحيح الاخطاء بتاعه الفريق في المباريات الاخيره وتجهيز اللعيبه المهمه اللي ما كانتش موجوده زي سيسي وشيكابالا، وعودتهم مهمه جدا للفريق خصوصا اننا محتاجين كل لاعب، وبالتوفيق للملكي في القادم. طبعا يعني يا سالم احنا مش عارفين شيكابالا هيكون موجود ولا لا معانا في ماتش المقاولين والمحله، بس هنشوف يعني ايه اللي هيحصل. مصطفى صادق بيقولك صباح جميل يا نيفو، صباحك ورد يا انجي، اكيد فترة توقف الدوري مفيدة للفريق، عودة المصابين، رجوع سيسي للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، واتمنى يشارك في جزء من مباراة المقاولين، وتجهيز كل اللاعبين بدنيا ونفسيا، والمباريات الودية كانت مفيدة جدا، وكل التوفيق للكباتن مدحت عبد الهادي وكابتن امير عزمي مع الجهاز الفني، وان شاء الله هنكسب المقاولين 2-0. يوسف حسن صباح الورد عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، استفاده الزمالك من فتره التوقف الدوري هو تجهيز جميع اللعيبه للفتره اللي جايه والعمل على تصحيح الاخطاء وايضا العمل على ضروره التركيز في الفتره اللي جايه، متالقين ومنورين دايما يا انجي ونيرفانا، بحبكم جدا. شكرا يا يوسف. دلوقتي بقى تعالوا نروح نشوف اجاباتكم على حلقه امبارح من لعبه مين ده، وطبعا اللي عرضنا لكم فيها صوره نجم من نجوم الزمالك وهو صغير، وطلبنا منكم تخمنوا مين اللي موجود في الصوره. تعالوا نشوف كده اجاباتكم عن الصوره كانت ايه.
يعني سيف عابد بيقول ده غالبا رضا دكتور يا سيف. محمود ناصر يسعد صباحكم انجي ونيرفانا، ده هو النجم رضا هيكل. كرم كابتن هيكل، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور عام على احلى برنامج واحلى طاقم عمل. معانا في مين تاني؟ ابو رؤية برضو، اميره ومهند بيقولوا رضا هيكل، ومهند بيقولوا رضا يا رضا اتدلع يا رضا ماشي. وعمل له تاج كمان في الكومنت. من عبد الواحد كابتن رضا هيكل، بسمله محمد رضا هيكل، حسن غنيم هيكل، يعني اعتقد هو فعلا كلها صحيحه يعني. محمد عمر برضو بيقول رضا هيكل، وحازم عبد الله برضو بيقول كابتن رضا هيكل. يعني احلى حاجه في جمهورنا انه مش بس حافظين شكل نجوم كره القدم، لا كمان حافظين كل نجوم الصالات يعني. اي حد ده حقيقي. لا بس على رايي سيف عابد هو غالبا كده غالبا كابتن رضا هيكل. طبعا هي باينه، هو نفس الملامح فعلا هو صغير، بس فعلا انا بقول ان جمهورنا ما بيقفش قدام اي نجم بقى صالات كوره ايا كان، اكيد هيعرف. دلوقتي بقى خلونا نطلع فاصل قصير، وهترجع لكم بعديه انجي فقره فهم القوس، واللي منورنا فيها النهارده الدكتور وائل الرفاعي المتخصص في مجال الطب النفسي الرياضي. فهم القوس مع انجي بعد الفاصل، استنى. وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد، فقره سهم وقوس. طبعا بنسمع دايما عن عوامل كتير بتساهم في تحسين الاداء الرياضي وبتحسن كمان الاوتبوت او الناتج النهائي للرياضيين، ما بين بقى عوامل فنيه، عوامل بدنيه، عوامل صحيه. بس الحقيقه ان في يعني في نفس الوقت العامل النفسي دايما بيكون مهم جدا، العامل النفسي ما يقلش اهميه ابدا عن العوامل اللي فاتت دي. عشان كده احنا بنتكلم دايما في علم النفس الرياضي، يعني واحد من التخصصات او اختصاصات علم النفس الهامه جدا اللي بتهدف لتحسين الاداء الرياضي كمان، وطرق واساليب رفع مستوى الرياضيين. عشان كده بيسعدني يكون معايا النهارده ضيفنا العزيز دكتور وائل الرفاعي، متخصص في مجال الطب النفسي الرياضي. دكتور وائل منورني. انا سعيد بوجودي معاك يا كابتن انجي، ومع الجمهور المصري الجميل جمهور نادي الزمالك العظيم. انا اسعد يا دكتور. دكتور عايز اسال حضرتك كده، يعني بدايه كده مع الحدث الحالي، طبعا مشاركه منتخب مصر في بطوله كاس، يعني كاس العرب، وحصولنا على المركز الرابع، والحقيقه انه مش دي طموحات الجماهير المصريه ولا طموحات يعني ولا هو ده منتخب مصر، ما كناش نحب ان احنا يعني نظهر بالصوره دي في بطوله كاس العرب. بس في نفس الوقت احنا داخلين دلوقتي على مرحله مهمه، كاس الامم الافريقيه، داخلين على تصفيات كاس العالم. نعمل ايه عشان اللعيبه ما يتاثروش نفسيا بده، ونعمل ايه عشان ما نقعش في الفتره اللي جايه؟ تمام. الحقيقه زي ما حضرتك تفضلتي، احنا نقطه ومن اول السطر، احنا انتهينا من بطوله بمميزاتها بعيوبها بايجابياتها بسلبياتها، فيجب ان احنا نتوقف، ما بقاش في نوع من السايكت اب الشحن النفسي، وندي للموضوع الويت المناسب ليه. يعني الاعلام الرياضي والجهاز الفني واللاعبين والاتحاد يكونوا كلهم سبورت وداعمين لبعض، يعني ده الحدث ياخد على قد حجمه، في اخطاء نحللها مع بعض والمسؤول هو الجهاز الفني، في مميزات ندونها ونوثقها ونعملها سايتيشن عشان ننطلق نعمل لانشنج للمرحله اللي جايه. لكن نقعد نبكي على الاطلال ونعمل سايكت اب شحن نفسي، والمنتخب سيء المنتخب كويس، ونختلف المدير الفني عالي ورائع ولا لسه، وكل يوم بتشكيله وده كويس ولا ده مش وحش، لا احنا خلاص احنا اخترنا واحد وثقنا فيه، زي ما بيقولوا تراست تو تراست فول، يعني انا شخص يعتمد عليا وراجل فعلا ليه تاريخه وحقق انجازات كتير، مدير كارلس كروش مع كل الفرق اللي كان متولي قيادتها، فنديله فرصته يجرب لاعبين ما جربش لاعبين، دي مسؤوليته نحاسبه في الاخر الفتره بتاعته. بس طبعا مش لما تغرق تايتانيك، بس في ايفالويشن او تقييم معين، لكن مش كل مباراه. الفكره بس دكتور ان احنا داخلين على مرحله مهمه تمام. جدا زي ما قلنا على كاس الامم الافريقيه، بس هو الموضوع يختلف، تصفيات كاس العالم كنا حابين نشوف البروبا الاخيره او الماتش الاخير، نكون حاسين ان احنا دلوقتي دي كانت اخر مباراه طبعا قبل المرحله الجايه، فكان الجماهير كانت محتاجه تطمن، نبقى داخلين مرحله جايه. لا هو باذن الله، انا وجهه نظري، ويمكن انا كنت قلت في نيل الرياضه قبل ما كارلس كروش يجي، في قبل المباريتين اللي ابدع فيهم في البدايه والناس كلها اتبسطت، احنا المصريين الافكت العاطفه عندها عاليه قوي، اول ما يعلم على الناس عمر مرموش مش عارف مين مين مين، الدنيا بقى نهيص ونبقى لزاز جدا. اول ما يحصل تعثر احنا في الاخر الجمهور بيبقى بيدور على المكسب بالظبط. فطبعا يعني لازم يبقى عندنا ثقافه المنافسه، ندي للراجل فرصته،
وانا اعتقد شكل امم افريقيا غير كاس العرب، ووجود المحترفين فخر العرب محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومرموش والمجموعه دي، وهو كان عامل تشكيله جميله قوي، احمد فتوح اللي انا معجب بيه جدا جدا طبعا. جدا بيعمل شغل كويس قوي 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 دفاعيا وهجوميا، وبيزيد على المرمى وبيصوب، ومع مرموش بيعملوا شغل عالي جدا. ففي عناصر برضو المنتخب افتقدها، فده اثر على الاداء. فما نجلدش نفسنا، نشوف الايجابيات ايه والسلبيات، لكن طبعا لازم يبقى عندنا دفعيه انجاز. احنا فريق ليه تاريخه، لما لاعب قطر يكون أدائي فيه جرأة وشجاعة أكتر من كده. من الواضح أن الفتيج والتعب أثر على الموتيفيشن، دفعية اللعيبة في الملعب، وعمل عليهم ستريس أو ضغط. شايف أن الإجهاد العضلي وتعب اللعيبة من المباريات، الإنسان منظومة، أما الفتيج التعب بيجي بسرعة يأثر على التركيز، يأثر على الدفعية، ويأثر على الانتباه، ويأثر على كل حاجة. فكان فيه طبعا إجهاد، كان فيه تضييع فرص رهيب وفرص رهيب. ما هو ده بقى هنا بقى بيوضح إيه بقى دور الأخصائي النفسي. عارفين، عارفة في أوروبا حضرتك كان يسميه زمان سبورت سايكولوجيست، منتال كوتش، دلوقتي بيسموه إيه حضرتك؟ استشاري تدعيم الأداء الفني. تاني، استشاري تدعيم الأداء الفني، يعني راجل جاي عشان يطور الأداء الفني. بالظبط. أنت بعض الفرق زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة تيجي تكلميه على كده، يقول لك هو راجل جاي يدي ادفايس، نصايح او تدريبات تركيز وثقه، ولا هتدخل. انا مش بتدخل، لكن بالعكس انا سي انت بتعمل جمله معينه او تكتيك معين. الراجل الهيدرز ده مثلا بيطلع على الكوره خايف، او في التدريب ما شاء الله عليه بيلعب ويجيب اهداف، في المباريات لا. فعنده الانكزايت، القلق عالي، التركيز قليل. فانا بدي له تدريبات تصور عقلي عشان يدعم الاداء الفني، لما ينزل الملعب يلعب بالفول باور بتاعته. يعني الراجل ده احنا بنقول عليه 9 من 10، ليه بيلعب في الماتشات 6 او 7 من 10؟ ليه؟ عشان خايف، متوتر، قلقان، التركيز عنده ضعيف. فانا اسمه استشاري تدعيم الاداء الفني، بعلمه تدريبات تصور، عزل انتباه، تركيز، يحسن له الاداء. يعني مثلا حسين فيصل لعيب عالي وزي الفل، وشخصيا انا اتنبأ له مستقبل باهر، لكن الكره اللي عملها محمد شريف من على اليمين في السكس يارد ومررها له بالعرض، عدت من تحت رجليه، ده من الاستريس العالي وضعف التركيز، الكونسنتريشن دي لا تقدر، دي ليها تدريبات في الملعب احنا بنقوم بيها مع اللاعبين. يعني مسكت قطاعات كتيره في كره القدم في مصر والمنتخب الشباب، فده ليه تدريب. الانسان ما بينزل الملعب بينزل بانفعالاته، بالضغوط، بمصاد طموحه، بتركيزه، بانتباهه، بثقته، بدافعيته، مش بينزل بس بالفتنس. وانظم احمال التمرين في الملعب، وهنلعب بطريقه 4-3-3 ولا طريقه كذا والفنيات، لا ده بالعكس. ممكن كتير 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 من انديه كبيره، اهلي وزمالك قمه في بطولات عالميه، يضيعوا كور كتيره في السكس ياردة وفي اماكن حساسه جدا، ولاعيب اوروبي بيبقى دبل بريس عليه ويجيب الكره جون. ليه؟ لان هو الجري في الملعب ده مهاره نفسيه اسمها ادراك حس حركي، ان اروح في التايمنج المظبوط وفي التوقيت المظبوط. الباص يطلع قوي او قصيره او طويله، ده تدريبات السنس والادراك، البرسبشن، حس حركي. ادراك المكان، الزمن، التايمنج، حارس المرمى يطلع ما يطلعش، اللاعب يلعب امتى، يعمل العرضيه الكروس امتى، اللوب امتى يعمل، والتاني يروح امتى. ودي ميزه واحد زي محمد صلاح، ده ليه تدريبات يا جماعه في الملعب. فالكور دي بتضيع ليه، او الكرات دي بتضيع ليه؟ عشان تكامل الاعداد مش موجود. احنا بنشتغل على الجزء الفني حلو قوي والجزء البدني، لا ده انا ممكن اكله في التغذيه تاثر على اداء اللاعب نفسيا في الملعب. والعكس صحيح. وممكن أكلة تأثر على في أكلات بتؤثر. يعني مثلا الشاف أو الطباخ بتاع المنتخب يكون عارف قبل المباريات، عارف من مين بقى كده. التكامل بين أخصائي النيوتريشن لو موجود والأخصائي النفسي الرياضي، يقول له لو سمحت الناس عندها مباراة، من فضلك مثلا الأكلات اللي فيها فسفور، المأكولات البحرية لا. ليه؟ لأن الفسفور بيتوجه مباشرة إلى الدماغ. كلمة الدماغ دي كلمة علمية، يعني اللي بتحوي المخ والعقل وكل الأشياء دي، الدماغ. فالواحد يحس ان دماغه تقيله وعايز ينام. ليه؟ لان الفسفور بتاع السمك بيتوجه الى الدماغ، ده حقيقي. بينما الفسفور اللي في الجرجير او البيض بيتوجه لاماكن تانية في الجسم. فانا ممكن اللعيبه تنزل ريلاكس زياده عن اللزوم من اكله مش مظبوطه. والعكس صحيح. الدوري الانجليزي تلاقي لاعب بياكل قطمه موز قبل ينزل المباراه، عشان الموز ليه علاقه بالريلاكسيشن، الاسترخاء. وبيعمل بيشتغل على الكوانزايم بتاعت السعاده، يخلي الواحد دماغ رباني مبسوط. يعني عنده حاله انبساطيه، موده حلو، ده زي الشوكولاته كده، زي الشوكولاته بس الموز اعلى كمان. بيعمل ريلاكسيشن، بيعمل مود ستيت، حاله مزاجيه حلوه، بيظبط ضغط الدم. فعشان كده اللعيبه بتاكله، مش عشان يديها كربوهيدرات وسكر، لا ده عشان نفسيا مهم جدا. حتى كوفيد 19 من بروتوكول علاجه حاليا الموز. وممكن تاكلي اكله سبايسي تعمل لك الروزه الاستثاره عاليه زياده عن اللزوم، مع انه بيشتغل على الكوانزيم بتاع السعاده، لان اورديفري فاتح للشهيه بيخلي الواحد مبسوط برضه، لكن مش مناسب، بيخلي كميه التعرق زياده قوي، مش مناسب في المباراه. اكلات التوم والبصل اقوى مضاد حيوي عرفه التاريخ، لكن في المباراه مش مناسب. يبقى بص التكامليه ازاي. انا ممكن اروح للراجل بتاع الورمنج الاحماء، اقول له
انجي متوتره شويه، لو سمحت اعمل لها ستريتشات اكتر واقلل من الحركه بقدر الامكان، واروح لبتاع المساج اقول له اعمل لها تدليك مسح خفيف عشان تبقى ريلاكس احسن، حاسس انها مهيبره. وائل نايم على نفسه كول قوي، عنده اباسي او لا، ولا اقول له لو سمحت دوس عليه في الورمنج واديله حركه كتير ودريلات، وروح لبتاع المساج اقول له اديله اكتيفيشن تدليك عميق. شوفي المنظومه ماشيه ازاي بتاع التغذيه مع النفس مع المدرب. هي دي يا جماعه المنظومه اللي احنا بنفتقدها في مصر. يعني وجود طبيب نفسي او معد نفسي ده شيء مهم جدا جدا جدا، مش معناها ان اللاعب ابنورمال ولا لاسع ولا مجنون خالص. محمد صلاح لما سئل من عمرو اديب في احد برامجه انت بتعمل ايه في نفسيا، قال له انا بعمل منتال جيم، مباراه عقليه، كل مباراه بلعبها بدماغي قبل ما اتخيل فعلا ان هو بيتخيل المباراه واحداث المباراه وهيشوط ازاي وهيعمل كل سيناريوهات لانه محمد والنني اشتغلوا معايا في قطاع الناشئين في المقاولين والعرب. لما باجي اعمل ركلات جزاء في خطوات نفسيه مش كده، يعني ركلات الجزاء مثلا اللي هي كومنت عليها في المنتخب ليها خطوات مش كده، الحارس المرمى يعمل ايه ضغط، واللاعب يعمل الضغط ايه على حارس المرمى والضغط او على الضغط على اللاعب اللي هيلعب ضربه الجزاء بيبقى ستريس رهيب. طبعاً طبعاً رهيب يا دكتور. يعني ولذلك لذلك اولا لازم يكون اللاعب متخصص في ركلات الترجيح، ولازم كل تمرينه بيتمرن كتير. حضرتك لما تكوني مذاكره كويس وتشوفي السؤال بتنطلقي وتكتبي، لكن اللي لسه مش مذاكر قوي بيقعد يجمع شويه وكده. كذلك اللاعب لما يكون الايميجري تريننج تدريبات التصور كتير 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 كتير، الممرات العصبيه والاشارات من المخ للعضله اللي هتشتغل بتبقى اوتوماتيك، واخده بالك حضرتك؟ فنمره واحد لازم يكون متخصص. اللانشنج الانطلاقه، مين يبدا الركلات ومين يعمل فينشنج ينهي، دي مهمه جدا، لان ممكن تعمل فرستريشن احباط للعناصر الفريق اللي هيلعبوا بعد كده لو اول واحد مش متخصص ومش كويس. وبرده اللي هيفنش لو هو مش اندر ستريس تحت الضغط بيعرف يمسك نفسه وعنده ثبات انفعالي ممكن يضيع الدنيا. فلازم اكون حريص في اختيار اول واحد واخر واحد بالذات. نمره اثنين، في سايكوجرام شكلي نفسي للاداء للتصويب على المرمى، بنقول عليه سايكوجرام، جرام يعني شكل وسايكو يعني نفسي. تمام. خطوات نفسيه زي ما في خطوات فنيه، بلعب ببطن القدم باجي القدم كذا، خطوات نفسيه زي ايه؟ نمره واحد الايزوليشن، عزل الانتباه. في لعيبه كتير اما الكره احطها في نقطه الجزاء عشان العب ركله الترجيح او الجزاء، بيبص للجهاز الفني، بيبص لزمايله، بيبص للمنافس، لا ارادي ده بيعمل له الروزه، الاثاره، تشويش انتباه، كل اللي بيبص عليه بيجي له زي سكرين شاشه قدام عينيه وهو راح يصور. فنمره واحد بنعلمه عزل الانتباه، ما يبصش على اي حد. كنت محمد والنني في المقاولين العرب بنمثل الكلام ده في منطقه الجزاء، يقع خد الكوره ما تبصش على حد، دي اول خطوه. ثاني خطوه الفوكس في اتنشن، تضييق بؤره الانتباه على الكوره، بص لمحمد، بص لكريستيانو، بيقعد يلاعب الكوره كده ويبص لها وهو راجع في خط المستقيم عمال يبص لها ليه؟ عشان بدل ما ينشغل براي الناس والجمهور ويا خبر ابيض الكوره دي هتطلعنا تصفيات، لا بدل عليه ستريس زي ما انت بتقولي، لا بيبص في الكره يعمل ريليز يفرغ انفعاله. يعني زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي ضغط، فكره ضغط الجماهير والناس، يعني كان الفتره اللي فاتت دي ما كناش بنلعب بجماهير، دلوقتي بقى في عوده للجماهير مره طبعا اخرى طبعا. ضغط الجماهير على اللاعب بيكون طبعا. يعني ازاي بتخلي اللاعب يبدا ان هو يعزل نفسه، ان هو يقفل ودانه ما يسمعش الهتافات الجماهيريه عشان ما ياثرش ده على ادائه؟ ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده؟ اقول لحضرتك ازاي. نمره واحد، في حاجه اسمها سيموليشن، محاكاه، يعني ما اخدوش بالمثل المصري البلدي البسيط بتاعنا من الدار الى النار. يعني ايه؟ ما يلعبش الدنيا بيسو حلوه في التمرين ويروح في المباريات 120,000 في استاد القاهره مثلا، ما ينفعش. فلازم نعمل له في التمرين محاكاه، تقليد لجو البطوله، نجيب جماهير وجماهير عندها فولنس عنف وبتهتف في دفاتر عدائيه ضده، وهو ازاي يمسك نفسه بالتدريبات اللي اتعلمها مثلا من الاخصائي النفسي زي الاسترخاء وعزل الانتباه، والحكم يظلمه وكذا، والجمهور يزعق والجمهور يبقى ايجابي مره وسلبي مره، يعيش الاجواء. ادي نمره واحد. نمره اثنين، الذاكره الوجدانيه بتاعت اللعيبه بقى لها فتره مش متعوده على الجمهور، فما تسمع الهتافات امر غريب عليها. فممكن يبقى سلاح ذو حدين، ايجابي او سلبي، ممكن يكون بيشجع كويس ويعمل سايكت شحن نفسي، بيحس بالمسؤوليه والتهديد، وممكن لما يكون هو معد نفسيا كويس ياخد الكلام الايجابي ده في صالحه. وممكن الهتافات العدائيه، محمد صلاح وصامويل ايتو كان يعمل للجمهور كده، انت بتقول ايه ولا في دماغي يعني، لكن في واحد تاني مش معد نفسيا يتاثر بيها. فلازم نقلد جو الجمهور. نمره اثنين، مشكله ان عندنا في المنتخب ان احنا بقالنا فتره، احنا من 2012 بنلعب من غير جماهير، وفجاه رحنا كاس العرب الاستاد كان مليان على هنا بقى أخر. دور الاعداد النفسي، الموضوع كان صعب. ده حضرتك دور الاعداد النفسي في منظومه التدريب والجهاز الفني. انا دلوقتي عارف ان راح كاس العرب مفيش حاجه اسمها صدفه، عارف ان الارض دي مثلا سي ترتان، الارض دي جيل طبيعي كذا، مفيش حاجه اسمها صدفه. برضو عارف ان في جمهور،
فاقعد مع حد زي الدكتور وائل يعمل تدريبات عزل الانتباه. في تدريب لطيف جدا اسمه اللوحه، لوحه الانتباه. بعلم اللاعب ازاي يعيش اجواء المباراه بعقله ويعزل، يعمل ايزوليشن على كل الاستيمولس المثيرات اللي ممكن تاثر عليه في الجيم. يعني مثلا انا نازل في اوتيل معين في قطر، اول ما مشيت من مصر بتخيل عندي لوحه بيضة كبيره زي بتاع نادي الزمالك العظيمه دي، فاضيه خالص زي شاشه السينما. بتخيل الاوضه بتاعتي في بيتي، والباص او العربيه اللي تاخدني للمطار القاهره، والطريق شكله ايه. اتخيل الاوضه وماما وبابا واخواتي واحطهم في اللوحه الفاضيه دي. اتخيل الطريق والمطار القاهره والطياره ومحطتهم في جنبين في اللوحه. اتخيل وصولي المطار في الدوحه او في كذا ومحطه جنبي في اللوحه. شكل الاوضه في الاوتيل بتاعي هناك ازاي، اتخيلها احطها في اللوحه. التولز ادوات الكره بتاعتي، الشنكار، الشراب، الكوتشي، شورت، التيشيرت، كذا كذا، البشكير بتاعي، كل حاجه اتخيلها واحطها في اللوحه. طب رايح الفيستير او اوضه اللبس بتاعتي هناك، اتخيلها احطها في اللوحه. الاعلام والاذاعه الداخليه والخارجيه والكريدور بتاعت اللعيبه وهم خارجين على الملعب، الملعب، الجمهور، الحكام، الحكم المساعد، الفار، كل حاجه يتخيلها يحطها في اللوحه. المشكلة نعمل صوره جماعيه. تمام. المشكله ساعتها انه تمام ممكن هو يبقى عامل تخيلات لكل ده، ويجي يحصل موقف في الاستاد زي حاجات اخطاء شفناها حصلت في المباريات اللي فاتت، مش عايزه اذكر اسماء لعيبه معينه، بس في لعيبه حصل معاها اخطاء، لعيبه ادوا اداء مش افضل ما عندهم، والجمهور يعني ردود افعال الجمهور كانت سلبيه، مش بس سلبيه، كانت هجوميه بشكل عنيف جدا. احنا جمهورنا عاطفي، بيحب على طول يكسب. في حاجه اسمها ثقافه المباريات والتنافس. احنا المين تارجت، هدفنا الرئيسي ايه دلوقتي؟ امم افريقيا والتاهل لكاس العالم. بالظبط. الراجل مفتقد كذا عنصر من عناصره، مش عايزين نجلد نفسنا. بيغير تشكيلات كتير عشان يستقر. ما اقولش انا بقى بشكل محمل سلبي وكل مره التشكيل، اديله فرصته. ده مدير فني انت بتثق فيه لاسمه، يبقى تديله فرصته. المشكله احنا مش هنعرف ان يعني ناثر دلوقتي، مش هنعرف ان احنا نتحكم في الجمهور، يعني للاسف في جمهور. هنا بقى عزل الانتباه الجهاز والفريق عن الجمهور، السوشيال ميديا والجمهور. اكمل لحضرتك. انا لما اعمل عزل الانتباه اللوحه وانزل، مش من اول مره يا انجي هبقى جميل قوي ساتسفاي ومركز وكده، ده تمرين زي ما كل يوم بعمل كورنرات كتير، بعمل تصويبات من العرب كتير، بعمل تكتيك او جمله معينه كتير، كل يوم بعمل لوحه عزل الانتباه لحد ما اعيش ان انا لوحدي. ما انا هقول لك دلوقتي التكمله ازاي. بعد ما عملت لوحه جماعيه كده، بدل تمسح بقى امسح البيت والطريق، بشرط بقمه الريزوليوشن والوضوح اشوف بقيه اللوحه واضحه، مثلا الملعب والاستاد والجمهور واللعيبه وكذا وكذا، اشيل العربيات والطريق واوضه اللبس، اشيل الفريق المنافس او الجهاز الفني بتاع الفريق المنافس، اشيل الاذاعه الداخليه، الاعلام، لحد ما اللاعب يبقى فوكس في الاخر مستطيل اخضر و22 لاعب والهيد كوتش بس. بيعيش بعقله الكلام ده، تدريب عقلي، مينتال تريننج، زي ما بيعمل تدريب تصويب كده. لما يعمله مره واثنين وعشرة وعشرين ومليون، كل يوم بقى عنده لايف ستايل، اسلوب حياته، اتعود على كده، لما يجي يعمله قبل ما ينزل الجيم هيبقى عايش الجو ده. زي محمد صلاح كده لما عمرو اديب ساله قال له انا بعمل مينتال جيم، بعيش الاجواء كلها واعمل سيناريوهات لنفسي، واعمل عشان اول ما انزل مفيش حاجه اسمها جس نبض ولا جرب، جاهز وريدي من اول لحظه. عشان الفرصه مش هتيجي مليون مره، ده هي مره اتنين تلاته في الجيم. لو انا مش ريدي ضاعت مني الفرصه. طب ما اعمل كتير تدريب عزل الانتباه ده، هنزل انا مش حاسس بالدنيا. وده انا عملته مع نجوم عالم، يعني مثلا في كره القدم كتير، محمد صلاح ونني وكهربا لما كنت ماسك ان بي والمقاولين وكده، يعني ابراهيم بكير ده بطل عالم في الاسكواش، واخد منحه دراسيه في امريكا. تمام. عشان بطل عالم في الاسكواش. ففي ناس زي الالتراس كده بس في الاسكواش، لما بيلعب حد من العرب او المصريين متعصبين شويه، بيقعدوا يهتفوا هتافات عدائيه، مع ان الاسكواش المفروض يعني لعبه جميله ولطيفه، يعني ما فيهاش كمان الجمهور ده والتشجيع بعد البوينت، بس بيعملوا هتافات عدائيه، يا مصري ارجع بلدك يا عربي، وحاجات مش لطيفه. فالعمليه مش عمليه الكوتش يختم على كل حاجه، يعني المدرب شايفه بيأدي كويس بس هو نفسيا هنا متوتر من اللعيبه. ما يقعدش بقى الكوتش في البريك اللي هي دقيقه بتوين الجيمز يقعد يقول له اعمل واعمل. الثقافه هنا بقى ان احنا جهاز فني مع بعض، هو فنيا كويس انا ما بتكلم، المدرب ما يتكلمش، نفسيا يبقى الاخصائي النفسي يتكلم. طب نفسيا كويس، ما اقعدش انا اشوشر واشوش اسيب المدرب يتكلم. طب افرض حراس المرمى اللي عايز يتكلم هو اللي يتكلم. فكنت بقول له ايه؟ بعلمه تدريب اللوحه دي. قال لي للمدرب بتاعه الامريكي حضرتك ليك اي كومنت؟ قال لي طب ممكن تسيبني؟ هو بقى كان متمرن كتير على التمرين ده، حط الفوطه على وشه وابتدى يعمل ريلاكس لمده 10 20 ثانيه، تدريبات ريلاكسيشن الاول، وبعدين عاش في جو الهدوء، وبعدين ابتدى يعمل تدريب اللوحه اللي هو متمرن عليه كتير.
نزل الملعب كانهم مش موجودين. ليه؟ لان الهتافات دي خلاص خرجها خارج بؤره انتباهه نتيجه عزل الانتباه. زي ما حضرتك تندمجي كده وانت بتصلي حد ينادي عليك انا مش سامعك مثلا. تندمجي تتفرجي على مسلسل او حاجه مهمه، يا انجي يا انجي انت مش هنا ليه؟ عشان بكل كيانك وجدانك مستغرقه في الامر ده. اللا شعور والكونشس والسب كونشس مستغرق في نقطه معينه. احنا المفروض اللاعب في الملعب يوصل لكده. اللاعب في الملعب كره القدم الحديثه مش زي زمان كذا كره كذا كره، ده ممكن طيب تجيلك. ممكن اللاعب يتجهز في قد ايه ان هو يقدر ان هو يعمل التخيل ده، وان هو يقدر يعزل انتباهه بشكل سؤال جميل جدا. لو حضرتك اللاعب منتظم سي جلستين 2-3 سيشن في الاسبوع لمده شهر لشهرين حتى حسب استجابه اللاعب، لان كل واحد في فروق فرديه، بس من اول شهر بيبان على اللاعب التطور غير العادي. انا كنت بخلي لعيبه منتخب مصر درجات يناموا في السيشن. لسه لاعب ايفنت 170 كيلو متر بالدراجه، مش بعربيه. شوفي الاوفرلود تريننج التعب عامل ازاي، يعني ما يعرفش ينام من التعب. كنت بعمل له حاجه اسمها سيلف ريلاكسيشن اللي قلت لك عليها من شويه، الاسترخاء الذاتي. اللعيبه والله كنا بنشيلها، كان في اوتيل سياج اللي في الهرم ماريوتيل اللي هو دلوقتي اتلغى ده، كنا بنشيله من نايمهم على السرير في الفندق في الاوتيل ما يصحوش، عشان وصل لمرحله من الهدوء والاستغراق، ينام بعمق يصحى تاني يوم مركز. خلي بالك ان معظم التوتر والضغوط اللي بتاثر على اداء اللاعب عدم النوم الجيد مثلا، دي اشكاليه كبيره جدا. بيبقى لاعب دولي ما ينامش كويس، يعني بيبقى من كتر الضغط والتفكير في المباراه ما بيقدرش حتى، تعبان ما بينامش، جهازه العصبي تعبان. يركز منين؟ يبقى اداؤه عالي منين؟ يعمل مشاوير كتير في الملعب هجوما ودفاعا منين؟ ما جهازه العصبي الماستر ومجهد من عدم النوم، فبيديله تدريب بيساعد على النوم. طيب عايز اسال حضرتك دلوقتي قبل ما تقول لي ايه المفروض من اللعيبه يعملوه طبعا قبل المرحله الجايه، عايز اسالك عن كيروش. احنا بنتكلم عن اللعيبه، المدير الفني لما يبقى في وضع زي وضع كيروش كده، يعني بيحيط بيه كميه نقد مش طبيعي وكميه هجوم مش طبيعي، وبيسمع اكيد يعني انتقادات سلبيه كتير. المدير الفني نفسه ازاي يطلع، يعني مدرب ازاي يطلع نفسه من حاجه زي كده وما يتاثرش بكلام الناس؟ لا انا هقول لك، انا بقول لك كده وبثقه، واسالي كروش هقول لك ولا في دماغي، سوري بلغتنا منفض بس لكل ده. بس سؤالي يا دكتور، حتى لو انا جيت قلت انه ولا في دماغي، هو مستحيل يكون ولا في دماغي، اكيد ده بيأثر عليا نفسيا وبيخليني قراراتي مش عارف، يعني بيبقى اكيد الواحد متخوف ان هو لا ياخد قرار، ممكن اكون هاخد قرار معين اخاف ان الناس تقول ان انا خدت قرار ده ارضاء لانتقاداتهم او لرغبتهم. الراجل ده محترف والمحترفين ما بيعملوش كده، سواء لاعبين او مدربين او هيد كوتش. هو عارف بيعمل ايه وعارف ان ليه سيزون معين والمفروض يعني هيتحاسب بعد كذا زي اي مدير فني عالمي، فهو مركز كويس قوي. وحتى تصريحاته انا بفتخر بيكم يا اولاد، انت عملتوا مجهود عالي، دي صفحه خلاص وعايزين نبص من جديد، بيخلق هدف جديد بدافع جديد، خلاص دي مرحله وخلصت، مش هنقعد بقى نشبع نفسنا وشحنق نفسي، خلصت خلاص. قال ليها حطهم في احباط وفرستريشن وضايقهم، لا خلصت تعالى ننتقل لحاجه ثانيه. فهو بيقنن استماعه للميديا والغيره، انا متاكد من كده. هل حاجه زي كده بتحصل بدعم من طبيب نفسي؟ يعني هل المدربين كمان بيحتاجوا المدربين والحكام؟ حضرتك احنا كنا بندي كورسات في، انا عضو اللجنه العلميه العليا لوزير الرياضه لاعداد البطل الاولمبي، وحصلنا على الميداليه الذهب في الارجنتين وفي طوكيو وكده والحمد لله. فكنا بنعمل دورات تثقيف للحكام وحكام كره القدم الدوليين مع كابتن عصام عبد الفتاح والحكام الاخرين والمدربين على مستوى مصر. كارلس كروش وبره مفيش زي عندنا لاعب كان عظيم وكل حاجه احترف انهى مسيرته واعتزل يوم ماسك اي فريق، لا 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 مفيش كده. بيكن باور قيصر الكره الالمانيه خد كورسات من عاد لايبزيج، مدرب مانشستر يونايتد برضه قال ان هو خد كورسات عشان يعرف يتعامل فلان مع لازم اللعيبة. فكارلس كروش ده مؤهل كواليفايد واخد كورسات وعارف يعمل ايه، والراجل انا شايفه ان هو مدير فني جيد وما نقدرش نتسرع في الحكم عليه. الراجل كان ماشي قبل البطوله دي كويس. حصلت اخفاقات، خلي بالنا ان معظم اللعيبه دي بيجربها. واحد يقول لي طب ما هنجرب لحد امتى؟ معلش هو الراجل ما مسكش من فتره طويله ومن حقه، وانت في تقييم في النهايه. انا اعمل اللي انا عايزه، اعمل كل مره التشكيله، اثبت التشكيله. هو اكيد اكيد هيوصل لتشكيله ثابته، لكن الراجل بيجرب وفي كل مره بيجيب حد عناصر جديده زي عمر مرموش مثلا فاجئ العالم كله. احمد رفعت فاجئ العالم كله، لاشين فاجئ العالم كله، حسين فيصل فاجئ العالم كله، يعني طيب عايز اعرف من حضرتك دلوقتي المفروض ايه المطلوب من مستر كارلوس كيروش، وايه المطلوب من اللعيبه في الفتره اللي جايه دي قدامنا، خلاص 3 أسابيع على كاس الامم الافريقيه، ايه اللي ممكن يتعمل في الفتره القصيره دي نقدر ان احنا نجهز بيه اللعيبه نفسيا؟ بص حضرتك في مهاره اسمها الجول سيتنج، بناء الهدف.
بناء الهدف. لازم بنمشي في حياتنا يبقى لينا اجنده. يا جماعه الاتحاد مثلا بتاعنا بقى ليه اجنده سنه واثنين وخمسه وعشره قدام، والدوري والكاس يبقى ازاي في ظل مباريات المنتخب والعالميه والافريقيه وكده. ده مهم جدا، تخطيط احمال التمرين والنفسي والفني والبدني وكل حاجه. فالمدرب ده محترف هينجح زي ما قال كده، انا بفتخر بيكوا انسوا، هنبدا فول ستوب، نبدا من اول السطر. ليه؟ محمد صلاح لما سئل اجابه على سؤال حضرتك ان هنضع اهداف جديده تعمل دوافع جديده. شوفي محمد صلاح لما سئل انت اشهر لاعب في العالم، قال انا ما يهمنيش كده. شوفي اللاعب المعد نفسيا والاتيتيود الثقافه النفسيه بتاعته. قال انا ما يهمنيش اكون افضل لاعب في الملعب، انا بلعب على اهداف بتخلي عندي دافعيه اشتغل عليها. كل ما حد ساعتها كمان قال كلمه عجبتني قوي، قال انا افضل لاعب في العالم قدام نفسي. قدام نفسي ليه بقى؟ عشان بيعمل ايه؟ قال لنفسه انت اول عربي وافريقي في الدوري الانجليزي والاوروبي، سي نادي المئة او بعد المئة، نجح ان يجيب 104 هدف بقى اول واحد. خلص الدافع ده بالهدف ده، عمل دافع جديد بهدف جديد. يعني كل ما يبقى عندي هدف يبقى عندي دافع. قال انا نفسي ابقى اول عربي وافريقي يحرز في مباراه افتتاح في البطوله، حقق بدافع جديد. طب عمل هدف تاني بدافع جديد، قال يا سلام لو انا مباراه واثنين والثلاثه الاولانيين في البطوله في الدور ده اجيب اهداف، عملها. طب يا ريت اجيب اكتر من هدف في مباراه واحده، جاب اثنين وجاب هاتريك. فاللاعب شوف بيعمل ايه؟ بيضع لنفسه هدف يعمل له دافع، يحققه يعمل هدف دافع. لازم اللعيبه تعيش الجو ده. في اهداف اسمها اهداف طويله المدى، اللونج ران. احنا عايزين نروح كاس العالم، طب بالزبط. قدامنا كام سنه، كام شهر، كام اسبوع، هنعمل ايه؟ ايه الاهداف الطويله دي؟ نحط لها اهداف قصيره ازاي؟ تعمل نجاحات تقوي الثقه بالنفس والدافعيه للهدف اللي بعده. طيب انا دلوقتي حاطط اهداف عامه، ازاي اخليها اهداف سبيسيفيك نوعيه؟ يعني انا عايز دلوقتي التحمل الدوري التنفسي يبقى عالي عند اللعيبه في الملعب، هعمل ايه في الاسبوع الاول واليوم الاول والثاني والثالث في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني في الشهر كذا؟ ابقى حاطط انا عايز اللعيبه تبقى مركزه، هعمل ايه النهارده وبكره وبعده؟ هعمل ايه في الاسبوعين الاولانيين؟ هدي استرخاء كام اسبوع؟ هدي تصور كام اسبوع؟ تركيز كام اسبوع؟ لما اللاعب عنده البلان ده في دماغه ومعروض عليه الاهداف العامه والنوعيه، اهداف تحدي، ما اقولش ايه؟ ما انا ممكن اجيب برنامج محمد صلاح وميسي ومرنه على اللعيبه بتاعتنا، مش هم وحشين، لكن انجي غير وائل، في فروق فرديه. اجيب برنامج التغذيه بتاع ميسي ما يناسبنيش. طب خلينا نتكلم على الثلاث اسابيع دول، ايه اللي ممكن نعمله في الثلاث اسابيع دول؟ هم فتره قصيره جدا، ايه اللي ممكن نعمله فيها مع لعيبه المنتخب؟ نمره واحد، نعمل ريكريشن، اعاده بناء لنفسنا، نوع من الترويح البناء، زي ما بيقولوا كده راحه بناءه. يعني نعمل تمرينات خفيفه لمده كام يوم بعد الخروج من البطوله، ويبقى في جاكوزي، في ساونا، في حاجه اسمها العلاج بالضغط ستريس على اماكن في الجسم، في تدليك بشكل معين بيعمل استرخاء، يعملوا ميديتيشن تامل، ياخدوا جلسات استرخاء. الجانب البدني ان احنا محتاجين ان احنا نريحهم بدنيا شويه. بدنيا وفنيا عن طريق العقل والنفسي. يعيشوا الاجواء دي، وبعدين اول ما يرتاحوا نحط البلان بتاعنا بقى. احنا فاضل لنا ثلاث اسابيع، الاسبوع الاول، الثاني، الثالث، طب الاسبوع الاولاني فيه سبع ايام، اليوم الاول، الثاني، الثالث. كل دول في النهايه عشان ابقى فورمه بدنيه. هل شايف ان احنا المفروض ان اللعيبه تعزل نفسها عن السوشيال ميديا الفتره الجايه دي لحد كاس الامم الافريقيه؟ بس طبعا لازم ياخد راحه، لازم ينزل بيته، لازم يشوف اهله وحبايبه، لا يعمل ريكرييشن ويتبسط ويخرج وينسى كره القدم تماما. ما نعيش اجواء ان عشان ما عندوش مسؤوليه. مين قال كده؟ سيدنا علي بيقول روح القلوب ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت عميت. الانسان ستريس 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 بيبقى بياخد قرارات متخبط فيها. لكن لما ايه، ليه في اوروبا بيقدس الويك اند؟ عشان يرجع لشغله وحياته نشيط، بترجع تعمل تشارج كده للباور بتاعتك. برافو عليك، تشارج او ريكرييشن. اكيد نفسنا ان احنا نشوف ان شاء الله المنتخب المصري بالشكل اللي احنا فعلا نستحقه في الفتره الجايه في كاس الامم الافريقيه بتصفيات كاس العالم. بشكر حضرتك جدا دكتور وائل الرفاعي، نورتني. انا اللي شكرا لك، نورتني، كلام مهم جدا حضرتك. انا اسعد يا دكتور. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.